Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je vais très bien, alhamdoulilah, tmenna tkounou bkhir wa ala khir. Bchal hadi ma درت فيديو في يوتيوب شحال هادي ما تذكرت معكم شحال هادي ما وقفت الكاميرا ني ان بو بيزار اليوم كنهضر هكا حتى ندخل ديالي مخبيات انا كنعاودها مي بون صافي دابا تطلقت. اليوم غادي نهضروا على سوجي ان بو سبيسيال اللي كنا كندوي عليه شحال هادي في لاشين ديالنا اللي هو لي زيتود ا ليترونجي. حيت ما كتعرفوا قبل كنت كندير لو كونساي في لي زيتود من بعد الباك اولا من مور لا ليسونس اولا من مور الماستر كنعاونوا الناس يمشيو يقراو برا. اي درنا هذه تقريبا اون اني درنا حلينا اون اجونس في المغرب اللي كتصيفط الناس يقراو برا في الخارج سورتو لاشين. كنا كنديو الناس سورتو لاشين باسكو كانت فيها منح مزيانه القرايه رخيصه فيها دي بورس كتكون السكن والقرايه داخله في لا بورس اللي ما كتخلص بشي حاجه قليله اولا ما كتخلص والو على حسب النقط ديالك. مي هادي تقريبا واحد 3 4 شهور الناس فريمون كاين الطلب بزاف على اوكرانيا وروسيا مي سورتو اوكرانيا. قال لك بغينا حتى اوكرانيا تدخلوها بغينا تجيبوها سي بور سا كو خدمنا عليها هاد 3 شهور هادي اللي فاتت بصرا شوني غابر. مشينا درنا شراكات مع جامعات معروفين في اوكرانيا لي ديبلوم ديالهم معترفين به في يعني في العالم كامل اللي ممكن دير به ليكيفالونس في المغرب او تخدم به في شي قنت اخر يعني اللي بغيتي دير به. الفيديو اللي غنهضر عليه اليوم سي بور لي جون كي سون انتريسي يمشيو يقراو في اوكرانيا. دونك كومون سا سباس العام الاول كتكون تيكت تسمى كلاس بريباراتوار اولا اقسام تحضيريه كتقرا فيها عام ديال اللغه ديالهم الروسيه. دونك كتقرا عام ديال اللغه ديالك وموراها مور داك العام كتمشي كدير الميجور ديالك يعني كدير التخصص ديالك سواء كدير لافارماسي سواء كدير الطب سواء كدير الميكانيك لانفورماتيك الصحافه داكشي اللي بغيتي كديرو تما كتختار سا ديبون عاوتاني على حسب النقط ديالك بيان سور مي جينيرالمون تو شوازي داكشي اللي بغيتي دير من الاول. بور لا بروسيدور اوسي سي تري تري سامبل. شنو تيخصك؟ تيخصك ثلاثه ديال الوثائق. تيخصك الباسبور تيخصك الباك ديالك ولي غولفي دنوط. حاجه سهله وزوينه سيكو حتى الترجمه ما عندك علاش ترجمها حتى كتجيب من الوثائق. حنا كنتكلفوا لك بكل شيء يعني غير جيب لنا غير داكشي غير سكاني هنا ماشي لوريجينال مي غير سكاني لوريجينال ديالك وحنا كنتكلفوا لك بكل شيء دو ا ا زد. ملي تنقول لك دو ا ا زد فريمون دو ا ا زد عرفتي علاش؟ غادي يمشي معاك حتى لاكارت سيم اللي غادي دير في اوكرانيا حتى هي كنتكلفوا لك بها حتى السيد حتى المطار. نهار غتوقف في المطار غتلقى السيد كيساينك وغيديك حتى لوطيل وكا ومازال ما كان عندك الكومبوس ديالك واجد اولا غيديك ديريكتومون الكومبوس ديالك يا با بروبليم. يعني كنتكلفوا لك بروسوم الدراسه حنا غنخلصوهم لكم بروسوم السكن الجامعي حتى لا كارت دو ريزيدونس لا كارت سيجور ديالك حتى هي كنتكلفوا لك بها كنعاونك تقدا الفيزا ايتترا. التامين الصحي ديالك حتى هو لاشيغونس هو تيكون كومبري داك لو باك ديال لو سيرفيس ديالنا. عندك اوسي هادي زوينه بزاف وهادي هي اللي غادي تعجبكم لأي واحد لأي ايتوديون مسكين مغربي طالب أو طالبة كتفكر أول حاجة كتفكر في المصاريف باش غتمشي تعيش تما. ديجا أنا نقول لكم أوكرانيا معروف عليها رخيصة بزاف معروف عليها رخيصة بزاف بالضبط. أنا كان عندي واحد طالب كنا ديناه شحال هادي كان تيقول لي راه أنا داكشي اللي كيصيفطو ليا والديا راه البروف ديالي ما تيخلصو شهريا يعني فغيمون الرخا تما ما غاديش تصرف بزاف. مي لافونتاج سيكو هادشي اللي كاين معانا الناس اللي كانت كيتكلفوا لنا كنتعاملوا معاهم تما تيعاونوكم يلقاو لكم خدمه. انا غنفسر لكم كيفاش. هما تيكون عندهم دي كونتاكت مع دي سونتر دابيل يعني الا كانت عندك الانجليزيه او الفرنسيه هو تيكونتاكتي دوك لي سونتر دابيل وكيقلب لك على خدمه وتيدخلك تخدم اي ممكن تخلص من فوق 400 دولار بار موان. 400 دولار تما راه غادير لك يعني فريمون غادي تعيش فوق مزيان وتشيط منها وتيبارني وتصيفط لداركم الا بغيتي ودير اللي بغيتي ولا تجمع العام الجاي الفلوس ديال العام الجاي دير بها اللي بغيتي يعني فريمون غادي تعيشك مزيان فوق مزيان فوق سيل كوموندي حنايا لا جو. دونك فوالا هادي هي اللي فريمون زوينه بزاف يعني كاين الناس اللي كيوقفوا معاك تما تيعاونوك اي كاين لاسيستونس 24/24 7 جوغ سور 7 يعني فوق ما عيطتي لذاك السيد اللي غادي يتلاقاك تما تيمشي تيعاونك تيجي ما عرفتش اي حاجه خسرات لك اي حاجه وقع لك شي مشكل ما عرفتش هو تيجي توقف معاك لان تيكون ديجا تما عارف شنو طاري ايتترا. دونك يعني ما غتحس براسك بوحدك وهاد القديمه اللي غادي يوقف معاك هذا لاكومبانيمون هو اهم حاجه. يعني انسان كيمشي انا جربتها بيرسونيلمون كنت اترونجي فوالا جيت لبلاد جديده ما كنت كنعرف حد ما لقيتش اللي يونسني ما لقيتش اللي يعاونني اللي يوريني الطرقان كنت كندير داكشي بوحدي. مي هنايا لافونتاج سي كو فريمون غتلقى اللي غيعاونك وغتلقى اللي غيوقف معاك بحال خوك الكبير اولا الوالد ديالك اولا شي واحد من العائله ديالك هذا هو الحاجه اللي زوينه. اي كما قلت لكم لاكارت سيم هي ديالكم اون فوا غتوصل المطار غتلقاو السيد اللي غيكون موجد لكم داكشي كامل. اي بيان سور فوالا بيك اب من المطار غادي يجي عندك السيد نهار الفول ديالك غادي يهزك من المطار غيديك كما قلت لك سوا لوطيل ديالك سوا لو كومبيس يونيفرسيتير ديريكتومون غادي يوريك المسائل فين خاصك تمشي الحي الجامعي فين تاكل ايتترا داكشي كامل غادي يوريه لك. يعني ما كاين ما سهل من هادشي
voilà donc la procédure vraiment ساهله اي كتاخد بالزربه يعني حتى القبول الجامعي كتاخد بالزربه الفيزا اوسي بالزربه اي لافونتاج سي كو بور لانستون الحدود اللي مزيان سي كو الحدود مع اوكرانيا محلولين يعني يمكن لك تمشي رابيدمون ما كاينش داك لو ريسك ديال فوالا الحدود يكونوا مسدودين ولا ما تمشيش تقرا ولا شي حاجه دونك هذه هي لا بروسيدور جلوبال اون جينيرال ديال الدراسه في اوكرانيا دونك التسجيل راه مفتوح حاليا حاولوا تسربيو بصيفطوا الوثائق ديالكم وباش تدفعوا الفيزا باش ما تضيعوش الوقت راه الوثائق كما قلت لكم فريمون ساهلين بزاف نعاودوهم باسبور غولفي نوت اي لو باك ديالك فريمون شي حاجه ساهله سامبل اي افيكاس دونك فوالا بور مو كونتاكتي ولا نو كونتاكتي كونتاكتي لاجونس ديريكتومون غادي نخلي لك هنايا سوا نيميرو واتساب سوا سميتو لو كونت انستغرام اللي بغيتي كونتاكتي فيه ما كاين حتى شي مشكل دونك غير واحد الحاجه غادي نبهها لكم من دابا راه عندنا واحد الضغط كبير عرفناه ديرنييرمون راه مع الناس اللي خداو الباك ديالكم كلشي باغي يمشي يقرا يخرج يقرا برا راه حاليا واصلين تقريبا 300 طالب اللي غادي يمشي اللي غديو حنايا غادي يمشي يقرا برا دونك عافاكم اذا شفتونا تعطلنا عليكم في لي ميساج اولا هذا غير صبروا راه نورمالمون ما كنفوتوش 24 اور وكنجاوبوكم دونك كونوا هانيين راه غادي نتريتيو لو دوسي ديال كل واحد فيكم عارفين حنا يلاه دابا بدينا اجونس صغيره يلاه بدينا دي تقريبا واحد العام دونك اجونس صغيره يلاه كبدات وليني لقينا واحد الضغط كبير مي الحمد لله هادشي تيدل على يعني كيدل على حب الناس لينا على الثقه ديالهم فينا وعلى لو سيريو ديال لو سيرفيس ديالنا مي عافاكم دونك غير صبروا كلشي غادي تريتي لو دوسي ديالو كلشي غادي يمشي فرحان كلشي ان شاء الله غادي يمشي لبرا غادي يقرا داكشي اللي باغي غادي يحقق الحلم ديالو دونك كونوا هانيين غادي نجاوبكم ان شاء الله في هاد سوا في واتساب سوا في الانستغرام حاجه اخرى اللي صيفط هنا ما يعاودش يصيفط هنا باش ما نبقاوش لي ميم كيسيون ونعاود نجاوب هنا ونجاوب هنا دونك غير حتى نتوما تعاونوا معنا باش حنا نتعاونوا معكم دونك هذا ما كان لا بروسيدور فسرناها لو كونتاكت هو غادي نخلي لكم خليتكم في ليكرون اولا غتلقاو تحت في صندوق الوصف اللي بغى يجي لاجونس مرحبا به دونك فوالا هذا ما كان نتمنى تكون هاد لا بيتيت فيديو عجبتكم وما طولتش عليكم بزاف حاولت لو سيرفيس نفسر لكم رابيدمون الى محتاجين زعما دي زانفورماسيون سوبليمونتير كونتاكتيوني وغادي نفسر لكم كلشي اي راه الناس ما كاينين في لاجونس غادي يفسر لكم كلشي تاهما دونك ما غيكون غير الخير ان شاء الله كونوا مطمئنين كونوا متاكدين كل كلشي غادي يدوز بخير ان شاء الله نسيتي با لكم تجدد تابوناو في لاشين يوتيوب ديالنا باش يوصلكم الجديد تابوناو في الانستغرام ديالي في لاباج ديال انستغرام ديال لاجونس اي نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله تهلاو في راسكم تشاو